وهذا مهم جدا لتزويد العراق، لتزويد النفط للبلدين الشقيقين. مو صحيح استاذي، اولا العراق عنده خط بنياس كركوك موجود، فلماذا اذهب من الاردن وانقل خط الى سوريا ولبنان؟ غير قادر على تشغيله ويجب. لا عزيزي، ولماذا لا اعيد بناء الخط بدل من انشئ خطوط جديده؟ والخط موجود عزيزي. عزيزي اسمح لي، انت تداخلت في اشياء حقيقه المواطن العراقي يعرفها جيدا. انا مو كمختص احاجيك. احنا اليوم انت قلت عندكم 5 انابيب، انبوب ينبع السعوديه، المعجز استولت عليه السعوديه وتوقف بعد 8 اشهر. انبوب بنياس توقف، انبوب اسمح لي، انبوبين عبر حيفا توقف. شنو اللي ظل عندنا عزيزي؟ بالعمل لمدة 5 سنوات. انا اقول احنا كعراقيين، اسمح لي عزيزي، استاذ محمد، كعراقيين نرى من مصلحتنا تطوير نقل النفط عبر تركيا. ممكن تتحدثون فيكم لا دقيقة جدا استاذي، معلوماتك جدا بعيدة عن المشروع. احترامي لشخصك الكريم، احترامي، انا درست الموضوع ودرست من اساتذة النفط في العراق وخبراء النفط والمستشارين. سادة حسين، من غير الممكن ان اتي الى هاي المعلومات اللي قاعد تطرحها، اللي هي كلها مغالطات حول هذا المشروع واخذ. تمام، خلي استمع الدكتور عبد الله. دكتور دريد كمل. يعني احنا عندنا اساتذه بالنفط. ارجوك استاذ حسين، اذا فيكم استاذ محمد. تمام. استاذ حمزه الجواهري، ما يخالف، غيره كثيرين. ما يخالف. وضحوا هذا الاستاذ حمزه، ما يخالف، الرجل عنده وجهه نظر، رئيس الوزراء النفطي. الرجل عنده وجهة نظر، خليني نسمعها، لأن إذا تحدث وجهة النظر إذا كانت مطابقة.